المشاهدين الساعة 8 يوميا يوم الأحد والاثنين والثلاث والخميس. إذا كانت حلقة التعليم اليومية ما بين اللي هي بعد صلاة المغرب بتبقى عبارة عن قراءة جزء من القرآن على حسب أيام الشهر، و تلسم القرآن على حسب ما الشرع نقرأ جزء من القرآن، وكذلك نقرأ ما تلسم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين حديث الصحابة، وبنبدأ بالذكر والدعاء، وبنختم كذلك بالذكر والدعاء. نقرأ من الشرق من الدعاء، وبعد كده برضه يعني في الآخر بنختم بالدعاء. يعني نبدأ دائما نكتب بالدعاء لله سبحانه وتعالى. أحبابنا كده يطمنونا على الصوت سواء كان على الفيسبوك أو على اليوتيوب، نشوف كده الصوت تمام. النهاردة حلقتنا مع أنوار الوحي الإلهي الحلقة الثانية. بنبدأ دائما بالصلاة على النبي وآله بعد ما نقرأ الفاتحة كده مع بعض على ما نقول بالحبايبنا يعني الجماعة. بس عشان الناس حابه تفكر انها تحضر معايا اثناء البث، يعني بنزل البث بعد كده، يعني بسجله بنزله مسابقه، في ناس حابين يحضروا اثناء البث، يعني بعض الشيء لحد ما نجمع كل احبابنا باذن الله. بحيث نبدا مع بعض ان شاء الله. اللي عنده اي تعليق يبعت على الشات ويشوف التعليقات، وفي البث القادم ان شاء الله هنبعت لكم باذن الله. احنا بنعمل مشاركات للبث على حسب رغبة كتير من المتابعين، يعني معلش عندنا حتى 5 دقايق ولا حاجة تعمل لنا مشاركات للبث بحيث إن احنا نبقى موجودين مع حضرتك على البث الجمعي. أنا بعمل دلوقتي مشاركات الفيسبوك، البث موجود على الفيسبوك صفحة مستشار محمد عبد الكريم، وعلى قناة النور الهادي في اليوتيوب أنا برضه مشاركة عشان كل اصحابنا في جميع انحاء العالم اللي حابين من اثناء البث احنا يعني موجودين ومشاركين. واحنا بعد الساعه 8، فناس قالت طب انت الساعه 8 احنا مستنيين وكده، فاحنا من بعد الساعه 8 صباحا ان شاء الله بنبقى موجودين في البث وبنعمل مشاركه سواء كان على تويتر سواء كان بقى
ده اللي حابب يتابع عن طريق فيسبوك او عن طريق اليوتيوب يشرفنا، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم باذن الله. اود الرابط هنا على الفيسبوك، اللي حابب يود الرابط لاي حد يكون حابب ان هو يستفيد معانا في الدروس دي والحلقات دي. احنا عملنا زي نوع من الايه، من الدمج ما بين مجموعه الحلقات، يعني الدمج ما بين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والوان الوحي الالهي، وكذلك التنميه البشريه. فبنبدا كل فقراتنا نقرا الفاتحه ونصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بنتكلم في الوان الوحي الالهي، وبعد كده بنتكلم نظم أجزاء التنمية البشرية، ومعانا مجموعة دورات لمجموعة كورسات في التنمية البشرية، في كورس مليونير تدريبي، وفي كورس التخطيط لمستقبل أفضل، وفي كورس تحقيق السعادة باستخدام علم النفس الإيجابي. فاللي حابب يشترك في أي كورس من الكورسات ديت على حسب المؤسسات اللي موجودة في الكورس، ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا. واللي حابب يلتزم بأي حاجة ممكن يبعت على الشات، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا اسباب خير. نبدا بالفتحه. الصوت تمام؟ الصوت طيب تمام. الحمد لله الحمد لله. الناس لسه بتقول لي برضه ايه شويه عشان عايزين نبعت للناس كلها. الحمد لله بعد ما بطمن على الايه؟ على البث، يعني سواء كان صوت او الصوره نفسها واضحه او كده يعني، والناس كلها معانا تمام. بس يعني ايه الحمد لله؟ الحمد لله الحمد لله على كده الحمد لله، يعني ايه دي التمام يعني. طيب الحمد لله هنا يعني الصوت تمام، لان الصوت تمام هي دي بتبقى الحمد لله. الحمد لله كده طيب. استاذ محمد تمام الحمد لله. الحمد لله يبقى على الفيس تمام الحمد لله، وعلى اليوتيوب تمام الحمد لله. طيب نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قبل ما الناس في حد يقول انت تمسك ايدك كده، دي علامه التعاون على البر والتقوى والمحبه والسلام، وان احنا كلنا شخص واحد. تبقى جنب العلم كده معلومه، دي اشاره يعني زي اشاره اللايك وزي اشاره الناس اللي على الاشاره من الاشارات، ان هي الانسان كده ايه علامه المحبه والتعاون في المحبه في الخير وفي النعماء وكده. عشان كده يعني احيانا في بعض الاصدقاء يقول ان انت بتحرك حاجات كتير تبدو يعني لنا احنا ايه نوع من الاضطراب اصلا. فيعني الله يوفقنا احنا نحب يعني عشان ما نشغلش المتابع بالحاجات اللي غير الماده اللي هي نفسها. فتلاقيني دايما اثناء كده ما بقرا او اثناء كده يعني بحاول ايه ابقى يعني دايما في حاله سكون عشان المتابع يستفيد اكبر استفاده، وكلنا نستفيد باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معرفه القول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا الى حقيقة معرفة حرف ذال كلمة اعوذ في قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة فتحة بال كلمة أعوذ في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا في الحلقات السابقة في أمر وحي الله عند بال كلمة أعوذ، وتكلمنا على مادة واو المادة اللي هي واو المد اللي بعد عين كلمة اللي بعد العين، يعني كلمة أعوذ فيها عين مضمومة، العين دي الضمة، وقلنا بعض معاني الضمة، وقلنا إن معاني القرآن لا تعد ولا تحصى لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن القرآن يقرأ بالحرف، وأن حروف القرآن كلها حروف القرآن كلها تحمل معاني لا نهائية، وكذلك الإشارات في القرآن، وكذلك الفتحة اللي هي الحركات سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، وكذلك السكون، حتى الوقف في القرآن بيحمل معنى، والوصف في القرآن بيحمل معنى، والأصل في القرآن أنه مبني على الوصف، وعليه فإن كل حركة على كل حرف أو تحت أي حرف أو سكون فإن له معنى، وعليه فإننا نتعرض لهذه المعاني وهذه الأنوار التي هي أنوار كلام الله سبحانه وتعالى. بنقتبس من هذه الأنوار في حياتنا عموما، ونستفيد من هذه الأنوار في الحياة التي نعيشها الآن والحياة التي ننتقل إليها بإذن الله في الآخرة. يعني السعادة في الدنيا والآخرة متعلقة بعنوان هذا الوحي الإلهي الذي أعطاه الله لنا هدية في هذا الزمان. الله بعث لنا الهدية دي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب ما هو نور من الله سبحانه وتعالى الذي هو النور، أرسله الله سبحانه وتعالى مع النور وهو نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا عشان كده بنقول عايزين نعيش في الأنوار، نوع أنوار مين؟ أنوار الله سبحانه وتعالى، أنوار كتاب الله سبحانه وتعالى، أنوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنوار الصالحين المؤمنين بيبقى ليهم نور. الله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. الله نور السماوات والأرض. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإحنا بقى محتاجين هذا النور، أنوار وحي الله سبحانه وتعالى، أنوار الوحي الإلهي بنعيش بقى مع هذا النور. طيب هذا النور النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فإن له 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. اللي هو الحديث لا أقول لا، يعني القرآن يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف لام ميم حرف لام حرف ميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ده إن قراءة القرآن فيها خير كبير جدا، وكل حرف من القرآن الله بيجازي 10 حسنات ويضاعف لمن يشاء، وكل حرف على حسب القراءة والإخلاص والتفكر وما إلى ذلك. وبيوضح النبي صلى الله عليه وسلم إن كلمة حرف، لأن ممكن يتقال حرف في الجملة يتقال عليها حرف، مثلا كلمة إلى بيتقال عليها حرف جر، فكلمة حرف قد تطلق على الحرف وقد تطلق على الجملة وقد تطلق على كلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوضح الذي أوتي جوامع كامل الكلمة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح وهو من أوتي جوامع الكلم، ومع ذلك يوضح: لا أقول ألف لا ميم حرف، يعني لا أقصد هذا المعنى لأنه من المعاني التي تفهم في اللغة العربية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ آتيناك هذا القرآن في آية ما معناها لتبين للناس ما نزل إليهم. فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهم جدا، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها البيان، يعني القرآن الذي جاءنا فيه تطبيق عمل، اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام والقرون المتقدمة التي هي خير من قرن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعين حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، وأن الخير في هذه الأمة حتى
3 ايام الساعه. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الام بيقول ايه؟ لا اقول الف لام ميم حرف، قد يفهم اللي هو عمله، لكن الف حرف، لام حرف، ميم حرف. طيب والعين والزين والزاي والراء، يبقى كل حروف القران ينطبق عليها هذا المعنى، فان لك بكل حرف. طيب القران كده يقرا بالحرف مش بالكلمه مش بالايه، يقرا بالحرف، وكل حرف له هيئه وتشكيل كما اسلفنا من قبل. ولذلك فان لكل حرف معنى، الحديث يوضح هذا، فكل حرف من حروف القران في كل كلمه له معنى، وكل حرف عليه حركة تلك الحركة تحمل معنى. طب المعاني التي على كل حرف والحركات التي والحركة التي على كل حرف ومعانيها، حركة كل حرف لها معنى غير منتهي لا نهاية له أزلي أبدي، لأنه حركة تكلم بها الله، القرآن صفة من صفات الله فله أزلية الله، لأن الله سبحانه وتعالى من صفته الكلام. يبقى الذال اللي معانا في كلمة أعوذ، الضمة اللي عليها دي ضمة أراد الله سبحانه وتعالى بها معنى معين، يبقى الضمة دي الله سبحانه وتعالى أراد بها إيه؟ معنى معين. أعوذ. طيب الضمة لما اي حرف بينطق بالضمه، اللي بيضم الحرف عموما في الكلام العربي بيقصد بايه؟ بيقصد بايه شيء من الرحمه. يعني زي ما اسلفنا الضمه نوع من معانيها الرحمه، الاجتداء، الاختيار. يعني يقول لك ايه؟ ضم فلان ده لينا خليه معانا. ضم فلان لفلان، خلي فلان ده مع فلان. يبقى من معاني الضم هو الاجتداء والرحمه والاجتماع على الخير اللي فيه مجموعة الضمة. فهنا قول الله سبحانه وتعالى هذه الذات بالضمة يراد بها أمرا معينا، أنه قد اجتبى هذا المستعين الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه الاستعادة بفتحة همزة قطع أعوذ، وقطع له بالاستعادة وشرط له أن يستقيم على تلك الاستعادة، فهو معين ويصنعه الله بعينه بعين كلمة أعوذ، ويضمه الله سبحانه وتعالى إليه فيكون من أوليائه بضمة عين كلمة أعوذ. وهذا الاجتباء والاختيار والحفاظة ممتدة بمادة ضمة عين كلمة أعوذ، فهذا العبد له مدد وممتد له المدد بحبل من الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى أن نتمسك، آت ما معناها أن نتمسك بحبل الله، بحبل الله جميعا، نتمسك بحبل الله جميعا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. أي نقول مجموعة من المتمسكين بأمر الله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى، ونكون نماذج إيجابية، نكون نماذج إيجابية في المجتمع. يبقى الله سبحانه وتعالى يمد هذا العبد الذي وفقه بالاستعادة به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم بمدده، أصبح هذا العبد مردود بمدد من الله بمادة ضمة عيني أعوذ، فهذا العبد صاحب مدد من الله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يستطيع أحد على هذا العبد فعل أي شيء ضده أو إيذاؤه، فإنه في حفاظة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ هذا العبد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، زي ستنا مريم كده، أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. طب تستعيذ بالله منه ان كان تقي، طب لو غير تقي تستعيذ بالله في جميع الاحوال،
تستعيذ بالله من نفسك، تستعيذ بالله من كل تقي، تستعيذ بالله من كل ولي، تستعيذ بالله في كل احوالك. طيب الشيطان بقى يبقى استعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا كان اعوذ بالله منك ان كنت وليا، ان كنت تقيا، معذره بالله، اعوذ قالت اعوذ بالله منك ان كنت تقيا. يندرج تحت التقيه دي تقي ولي كل حاجه، ومع ذلك تستعيذ بالله لاتاكد مين ده؟ من هذا المخلوق؟ فالعبد المستعين بالله هذا حاجه، يعني طول الوقت هو مستعيد بالله. عشان كده في ناس كده يكونوا طيبين كده، يكون حد يأذي حد، يعمل عارفين عارفينه، حد يعمل اشياء كده غير طيبه، حاجات سلبيه كده، ويبقى في حد يتكلم كده عشان يقول يعني سيئه لحد من سحر او حسد او ما الى ذلك. يقول لك لا لا لا، فلان ده لا يجوز فيه، ما ينفعش معاه، مش عارف ليه. يقول لك لا هو كده، لان ده بيبقى صاحب حال. حاله ايه؟ ده راجل، يقول لك ده راجل على الله، يعني ده ايه؟ اي حاجه هتقابل عظمى مش عارفين بسم الله، يعني على طول ايه؟ الله سبحانه وتعالى لما حد يخلي قلبه فيها انوار، في حب الله، فلسانه على طول بيتحرك بالله، فده مش هينفع معاه لا اصحاب ولا ينفع معاه حقوق، مش هينفع معاه حاجه. ده تبع الله سبحانه، ده راجل كده راجل طيب، او الست الطيبه، لا الست الطيبه مش كده. في ناس كده احنا حابين، دول اسمهم اولياء الله، يعني دول حبايب الله سبحانه وتعالى. دي الناس اللي بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى استعاذه حقيقيه، اصل استعاذه اللسان شيء، واستعاذه الحال. ستنا مريم كده كان عندها حال، ده حالها، ده وضعها، ده دي حياتها. اول ما شافت اي اعوذ بالله منك على طول، يعني الموضوع ايه؟ شغال تلقائي. هذا عبد تلقائيا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وده معنى الفتح اللي بدا من الله سبحانه وتعالى، فتح عليه انه يستعيذ استعاذه حقيقيه بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذو جاه، ذو مكانه، هو سبحانه وتعالى صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب العزه، ذو، لان الذال اللي عليها ضمه بتنطق ذو، اعوذ. طيب في اللغه العربيه الاسماء الخمسه، يقول لك ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب. طيب ذو بتكتب ازاي؟ بتكتب ذال وعليها ضمه وبعدها واو ماده، لكن بتنطق ازاي؟ واو المادة عند النطق محذوفة، عامل زي في الإنجليزي كده، يقول لك ليه الحرف ده سيلنت، سيلنت يعني إيه؟ يعني يكتب ولكنه لا ينطق. كذلك ذو بمعنى صح، طب أمال حاطين لها الواو دي ليه؟ لتمييزها، أن ذو هذه التي هي من الأسماء الخمسة التي تعني صاحبها، ذو سلطان أي صاحب سلطان، ذو مهابة أي صاحب مهابة، ذو أقلام أي صاحب أقلام، وهكذا. ذو بمعنى صاحب كذا، ولكنها لما تيجي تنطق ما بتقولش ذو بتمد الذال، لا، هي ذو عليها ذو بالضبط، اي ذو مضمومه، فهي تلك التي في اعوذ. فالمستعين يستعين بذي الجلال والاكرام، ذي الجلال والاكرام، يعني اللي معاه كل حاجه. يبقى لما اجي اسال بقى، طب مين اللي مدني بكل المدد؟ ومين اللي فتح عليا؟ ومين اللي بيقول لي الاستقامه ده؟ يعني ايه شانه؟ ايه امكانياته؟ فالله سبحانه وتعالى من خلال ذلك كلمه اعوذ، ده هو صاحب جميع الامكانيات، معاه جميع الامكانيات، ولا يستطيع احد ان يحجب الله سبحانه وتعالى عن عبده، فهو ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. فهذا معنى ضمة ذلك كلمة أعوذ، فأنت مع ذو الجلال والإكرام، وبالضمة أنت من أوليائه، يبقى أنت من أولياء مين؟ ذو الجلال والإكرام، فلتسعد بتلك الولاية، الله ولي الذين آمنوا. فاللي الله سبحانه وتعالى فتح له الاستعادة الحقيقية، هو في حصن حصين. انت معاك مين؟ انت معاك اللي يملك كل شيء، خالق كل شيء، القادر على كل شيء، يبقى ما عندكش اي مشكله.
مجرد ان انت ترفع ايدك، ترفع ايدك لمن يعيدك وحوائجك كلها مقضية لانك انت مع الله سبحانه وتعالى. فهي كل المطلوب مني هو قادر ويستطيع وعنده كل شيء. طب المشكلة في ايه؟ المشكلة عندنا. يبقى انا بقى ايه؟ اجتهد واجتهد عشان ابقى مستعد استعادة حقيقية بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، اولا من نفسي ومن الاخرين من كل شر، واسال الله سبحانه وتعالى الخير منه سبحانه وتعالى لنفسي وللاخرين. عشان كده الانسان اللي بيستعيد استعاده حقيقيه ما عندوش اي مشاكل في حياته، ما عندوش اي مشاكل في معطياته، راض بالله، راض عن الله، بناء عليه الله سبحانه وتعالى راضي به. رضي ان ده يبقى عبد، خد بالك اللي محروم ان يكون عبدا لله الله مش راضي به. ليه؟ لان العبد ده مش راضي ان الله يبقى الهه، مش راضي ان الله هو اللي يبقى بيعيد. يعني في حد كده يقول لك ايه تقابل مشكله، فانت تقول له ايه؟ طب ما تيجي كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم الا اله الا الله، ويقول لك يا عم اسمعك يا عم انا بقول لك انا عندي مشكله دلوقتي محتاج مش عارف اروح فين واروح فين. لا لا مش عارف، مش عاجبه الكلام ده معناه ايه؟ يعني الكلام ده خطير جدا، الكلام ده بيحول لجواه بقى. ده يبقى العبد ده جواه ايه؟ جواه انه يستعيذ بالله او انه يلجا الى الله، او انه القصه دي مش من ضمن منهج حياته. هو منهج حياته المنهج المادي، الماديات، يعني بيحاول دايما ان الماديات هي تكون علاج الماديات. طيب اللي خلق الماديات؟ الله سبحانه وتعالى. فالله هو اللي عنده علاج الماديات. يعني حضرتك عايز تعالج الماء بالماء، يعني غير منطقي، تعالج المرض بالمرض. طيب الماديات فيها مشكله، لما اجي اعالجها بالماديات المشكله بتزيد. عشان كده تلاقي في بعض الناس لما كل ما الفلوس تزيد معاه كل ما المشاكل تزيد معاه. ليه؟ هو يعني الفلوس مش يعني الفلوس مش بتزيد معاه انه يستخدمها بقى كما يحب الله ويرضى، فيزيد الرضا، تزيد بركه الله سبحانه وتعالى، يزيد مدد الله دي، تزيد محبه، لا لا تزيد محبه الله، لا لا العكس. فكل ما الفلوس تزيد معاه الطمع بيزيد معاه، الجشع بيزيد معاه، كراهيه اللي حواليه وحقدهم عليه بيزيدوا مع زياده. لا عايزين يبقى في زياده مع الله. فلما الله سبحانه وتعالى ينزل الخير نستخدمه في الخير فنحب الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى محبته في القلوب هي اسمى شيء. احنا من غير الله لا نسمع، ملناش اي قيمه. عشان كده كل الانبياء وكل الرسل وكل الاولياء الصالحين يدعون الى الله. عشان كده منهج المسلم اولا، اول فرض مفروض على كل اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ان يعلن غيره، يقول لغيره قول لا اله الا الله. يعني تقول لغيرك، توصل لا اله الا الله لكل من لا يقولها، وتعلم من يقولها ولا يعمل بها كيف يعمل بها. يبقى احنا كمسلمين المفروض نقول للمسلمين ايه؟ ازاي نعمل بلا اله الا الله؟ تبقى واقع عملي، تبقى منهج عملي، فيبدا بالاستعاذه. يبقى لا اله الا الله واقع عملي في حياتنا الاسلاميه، لان الله سمانا للمسلمين. ده وسام المسلمين، مسلمين يعني ناس مسالمين. المسلم مسالم ويحب السلام، في نفس الوقت عزيز لا يقبل المذله. هو سماكم المسلمين، هو سماكم ايه؟ المسلمين. فاحنا اسلامنا اغلى حاجه في حياتنا، من غيره نشهد الله اننا قوم عزنا الله بالاسلام. من ابتغى العزه في غيره، سواء كان جاه، سلطان، منصب، امراه جميله، او اي شيء من اشياء الدنيا الزائله الفانيه، فهذا امر وهمي، تلك عزه وهميه، بل هي منتهى المذلة. طب العزة فين؟ في الإسلام. حضرتك بتقضيها بأشعة في الملح، ولكن قلبك مليء بالإيمان فأنت عزيز.
عند الله سبحانه وتعالى وكريم عند الله سبحانه وتعالى. ليه حضرتك في القبر ده محتاج عيش ولا محتاج ميه ولا محتاج اسلام؟ في الاخر حضرتك لما هتقف امام الله سبحانه وتعالى محتاج الاسلام. حضرتك لما هتيجي تعلم ابنائك وهتيجي تورثهم اهم حاجه تورثها لهم الاسلام. هو سماكم المسلمين ان تتبع مله ابراهيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا محمد، وبارك على محمد وعلى ال محمد، وبارك على ال سيدنا محمد وعلى ال، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا. السلام والبركه اتباع لمين؟ لابو المنهج نفسه اللي هو ابانا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. طيب الدين واحد، يبقى الدين كده من اوله، من اول ابونا ادم كده والتنازل اللي ورث النبوه كلها سيدنا ابراهيم عليه السلام، يبقى كله هو الورث. الاسلام، الاسلام هو دين الله، ان الدين عند الله الاسلام. بيبدا بايه؟ فاذا قرات القران اللي هو منهج الاسلام. طيب قبل ما تقرا القران يعمل ايه الاول؟ شيل العارض اللي هيعترضك عند تطبيقك لمنهج الله سبحانه وتعالى وهو الشيطان، يعني كل العوائق، حب الدنيا، الشيطان ده يعني حب الدنيا و متجسد في قصه لابليس، ولكن ابليس بيستخدم ادوات، نفس ادوات ابليس هي الشيطان، وفي شياطين من الانس وشياطين من الجن، فالنفس هي اكبر شيطان. مين اللي غوى ابليس نفسه؟ يعني مين اللي غوى ابليس نفسه؟ فالنفس اصعب من الشيطان، ما ضيعش ابليس الا النفس، فالنفس هي اشد شيطان على كل مخلوق. فلما نيجي نعرض تفسير الشيطان وحدود كلمه الشيطان وما الى ذلك نستعرض هذا الامر. فعلينا ان نستعين اولا بالله من الشيطان الرجيم استعاذه حقيقيه، ولذلك فنحن نعني بدراسه حروف، حروف كلمة الاستعاذة، حروف كلمة الاستعاذة وحركات تلك الحروف حتى نعرف الاستعاذة الحقيقية، فنكون من المستعيذين استعاذة حقيقية بالله سبحانه وتعالى قبل أن ندخل في معترك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى في يعني يقول لك إيه الناس اللي هم يعني شاطرين في شغلهم، يقول لك إيه ترتيب الشغل أهم من الشغل. طيب من اول بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتقرا كده ده الشغل. طيب ترتيب الشغل عشان ابقى جاهز للشغل، ما انا داخل بسم الله الرحمن الرحيم وداخل معايا الشيطان، طب هيبوظ لي الشغل. طيب عشان يبقى الشغل تمام لابد اولا من الترتيب، ابقى ترتيبي وانا رايح كده اقابل الله سبحانه وتعالى وانا همشي في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يبقى ترتيبي تمام. طب ترتيبي تمام ايه؟ يبقى لابد ان اتعلم الاستعاذه الحقيقيه عشان العارض اللي هيقابلني والاشياء اللي هتقابلني اعرف ازاي اتجنبها. هي التقوى عباره عن ايه؟ التقوى هي عباره عن ان تتقي محارم الله، تتقي الاوامر التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وان تفعل الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بها، فعل الاوامر وترك النواهي. طيب هعمل ده ازاي لما يكون معايا الاستعاذه؟ يبقى عشان امشي في الطريق، عشان كده فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى تعلم الاستعاذه معايا في كل القراءه، عشان كده حتى الان بيقولوا ايه؟ فاذا قرات، قرات يعني اذا فهمت. يعني مين اللي بيستعيذ صح؟ اللي بيفهم. يبقى القران بيدعوك للاستعاذه، الله سبحانه وتعالى بيقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعايزين نبقى مستعيذين بالله سبحانه وتعالى، يبقى لازم اعرف ان الله سبحانه وتعالى اللي بستعيذ بيه ده الذال اللي عليها ضمه الله سبحانه وتعالى بيقول لي بيها انا اللي معايا كل حاجه. الله بيقول لي انا معايا كل حاجه، فهو ذو الجلال والاكرام. ربنا سبحانه وتعالى اللي علم المستعيذين به سبحانه وتعالى، وهذا من معاني تلك الذات. ولكن الاحاطه بمعاني ضمه ذال كلمه اعوذ هذه أمر هذا أمر يستحيل الوصول لنهايته بالنسبة للمخلوق، لأنه
لأنها تكلم الله سبحانه وتعالى بها كما أسلفنا، فمعانيها لا تنتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى هنقف بعد الباب أعوذ بي، وهنا ندخل على معنى كسرة الباء كلمة بالله، وهي فيها معنى الانكسار. خلاص أنا عرفت بقى إن اللي بستعين بي هو الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، اللي ملك كل شيء، اللي قادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، مفيش حاجة تقدر توقفه ولا تعطله، يعني ده إله عظيم وحليم وكريم. ده رفع بقى يحصل الطبيعي هروح انكسر لهذا الاله، اتواضع لهذا الاله، اتذلل لهذا الاله، فالطبيعي ان انا اروح بمعنى ايه؟ بمعنى الكسر. هذا ما سيكون ان شاء الله موعدنا معه في البث القادم باذن الله سبحانه وتعالى. معرفه من هنا غدا ان شاء الله الساعه 8. الان نعرف الى علوم التنمية البشرية، واحنا كنا بنتكلم في التخطيط لمستقبل أفضل. هنتكلم النهاردة على دورة البريونير، دورة البريونير أو الكورس التدريبي للبرنامج. في بعض الأبناء قالوا لي يعني الكورس التدريبي للبرنامج ده بس خدت الأيام بس يعني حق أو كده، فاحنا عايزين نفهم الكورس ده أكتر. حتى أنت يعني الاشتراك في كورس المليونير يعني إلى حد ما مادياته عالية شوية، طب إيه ده؟ طيب بالنسبة للبرنامج التدريبي المليونير، البرنامج ده التوتال بتاعه عالي لأن هو ما ينفعش أقل من كام، يعني ده أقل توتال ممكن يبقى للبرنامج التدريبي اللي هو برنامج التدريبي المليونير. ليه؟ لأن حضرتك البرنامج ده برنامج عملي، يعني حضرتك هتشترك في البرنامج ده أثناء أثناء البرنامج نفسه حضرتك هتبقى منير، يعني تبقى منير بشكل عملي، يعني بيتعمل فيه قسط نظري وعملي. حضرتك أنا يعني بشتغل على الجانب العملي أكتر من الجانب النظري في مجال التنمية البشرية، لأن نظريات الحمد لله سبق لنا فيها ناس أفاضل كتير وعلماء كتير، وأستاذ الدكتور إبراهيم وأستاذ الدكتور وليد دلوقتي الدكتور إبراهيم وأساتذتي زي يعني اساتذتي في المجال، يعني سبقوا في ايه؟ في المجالات النظريه. طب عايزين بقى نستفيد من النظريات ديت وتبقى عمل، ففي قواعد واسس اذا استخدمناها هيبقى تحقيق المال او تحقيق اللي حضرتك تبقى مليونير ديت كمان مش هتبقى مليونير، هيبقى امر اسهل. بس لما تعرف يعني بعض قوانين كده وبعض قواعد وتستخدمها واستراتيجيات الاداره الحديثه، قانون الجذب، ازاي تقدر يعني تتعامل مع الماده، ازاي تعرف ان الماده دي اصلا اتعملت ليه، وازاي تتداول، يعني الفلوس ما تعرفش عنك انك تحركها، لما تحركها بيجي لك من نفس النوع، لما حاجه لما تحركها بيحصل ايه؟ يعني ماء راكد وماء راكد وماء متحرك. الناس اللي هم القديمه يعني الناس اللي هي في السوق كده وتلاقيهم ناس طيبين يقول لك الحركه بركه. يعني ايه الحركه بركه؟ يعني كل ما تتحرك كل ما الله سبحانه وتعالى بيبارك لك في صحتك، بيبارك لك في عافيتك، بيديك امكانيات اكتر، يعني الحركه بيبقى فيها بركه، يعني الحركه بيبقى فيها رزق، بيبقى فيها خير، بيبقى فيها زياده، كل حاجه بقى. طيب لما تحرك الفلوس، الحركه بتاعت الفلوس بركه في الايه؟ في الفلوس. عشان كده لما الله سبحانه وتعالى امرنا بالصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ما نقص ماله من صدقه، ليه؟ ده انت بتحرك الفلوس، فالحركه بركه، فبيحصل ايه؟ الصدقات بتزود الفلوس. النظريه العلميه في نظريه البيزنس العلميه بتقول الموضوع ده، ان كل ما تحرك فلوسك كل ما بتحركها فلوسك بتزيد. هتلاقي مثلا واحد مشهور زي بيل جيتس بيعمل ايه؟ بيتبرع بنص فلوسه. طب ليه؟ ده راجل نظري، راجل دارس فيه، عارف لما يتبرع بنص فلوسه فلوسه مش هتقل. اهو ده الراجل يعني بيطبق النظريه اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم والاسلام قايل لنا عليها وجميع الانبياء قايل لنا عليها والله سبحانه وتعالى موجهنا ليها في كتابه اللي هي ليه؟ الصدقات. واقرضوا الله قرضا حسنا وما تنفقوا من شيء يوفى اليكم
وأنتم لا تظلمون. والآيات كتير في إن الصدقات بتزود الفلوس مش بتنقصها. طب مين اللي بيعمل بقى الآيات دي وبيعمل الشغل ده؟ الناس اللي درست الأمور ديت. فبيعمل إيه؟ يروح مطلع من الصلوات، يروح مطلع من. طيب لما أنت تعرف إن واحد هيبقى إيه؟ حضرتك عرفت ان حد الفلوس دي هو بيتبرع بيها، بيعمل بيها خير، بيعمل. انت هتتمنى له ايه؟ اولا هتتمنى له ايه؟ ان ده راجل بيعمل خير، فانت حابب ان ده يزيد الخير اللي معاك لان هيعم عليك. فالخير اللي انت بتطلعه بيجي لك من نفس النوع كما تدين تدان. الامور بتدور، الحاجه اللي حضرتك بتجهزها هي الحاجه اللي زي ما قلنا كده مستقبلك هو اللي حضرتك بتختاره. فانت اخترت ان انت تكون راجل تمام، تكون راجل مبسوط وتبسط اللي حواليك. الله يسلمك. ببساطه يعني كده. ده طبعا دي مش ده مش الكورس التدريبي، لان الكورس التدريبي ده بالفعل يعني ليه ايه؟ يعني ما يستويش اللي جاي بماله ونفسه عشان يتعلم، واللي حابب ياخد الحاجه مش حاجه بتاعت. يعني مش حاجه بلاش. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ومنهم بان لهم الجنه. يعني في ناس كده يعني الله سبحانه وتعالى جعل الجنه ثمنها المال والنفس. فاذا كانت الجنه الله سبحانه وتعالى بيقول لك الجنه ايه؟ ان الله اشترى منكم انفسكم وقل الى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لما تبقى لله يبقى ليك ايه؟ الجنه دي عطاء جزاء بما كانوا يعملون. يعني ايه؟ يعني في خطوات دي اسمها تجاره مع الله سبحانه وتعالى. الله يعني مبدا التجاره ده ده مبدا علمي الله سبحانه وتعالى ارسل به الانبياء، والانبياء هم اكثر الناس في علوم التجاره والربح. دول كانوا ناس يعني مش ناس عاديه. الله سبحانه وتعالى ليس من اسمائه الفقير. يعني ايه؟ الله هو الغني الحميد. يا ايها الناس انتم الفقراء، الخلق هم الفقراء. وقالت اليهود يد الله مغلوله، غلت ايديهم ولعن المقال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى يحب يبسطك، بيحب يبسط كل العباد. فعلم الانبياء وعلى راسهم خاتم الانبياء اللي تعلم منهم الاولياء اصول وفنون التجاره. ده بقى جوه البرنامج التدريبي اللي هي اصول الاموال، الاصول الماليه والفروع اللي تتفرع منها تلك الاموال، وكيفيه اداره الاموال اداره حديثه اللي هي اصلا موجوده في كتابنا، في كتاب القران وفي جميع الكتب المنزله التي الاشياء او الاسفار اللي ما جاش عليها تحريف تجد فيها اصول التجاره والاحتراف. ومنها تداول العمله. العمله اللي موجوده وغاليه جدا ولا يتم تداولها. يعني مثلا تلاقي جنيه الاسترليني. جنيه الاسترليني اغلى من الدولار، ولكن الشهره الايه؟ للدولار. لما بقى في عمله متداوله ثانيه برضو اقل قيمتها من الجنيه الاسترليني، لكن الجنيه الاسترليني على قيمه زي مثلا الريال وهكذا على حسب العمله. قيمه العمله شيء وتاثيرها في المجتمعات شيء ثاني. ليه الدولار مؤثر في المجتمعات؟ لانه اكثر تداولا. الله. يبقى قيمه العمله في التداول. ايه الحاجه اللي يعني بستخدمها اكتر؟ الدولار ولا الاسترليني؟ الدولار، يبقى الدولار لو الاسترليني يبقى الاسترليني وهكذا. فالعمله الاكثر تداولا هي العمله المؤثره. يعني يستفيد من النظريه دي ايه؟ يبقى الفلوس اللي بشغلها هي دي الفلوس اللي فيها الشغل. هي دي اللي هتوصلنا ابقى مليونير، هي دي الدولار. طب ازاي بقى اشغل الفلوس؟ طب انا معيش اصلا من الصفر، لا ده انا تحت الصفر. ومعانا في البرنامج التدريبي ده حضرتك تبقى في القمه. ليه؟ لان حضرتك تحت الصفر تبعت اسامي معينه لقيت حضرتك تحت الصفر. لا دي تبع اسامي تانيه مختلفه خالص. تعلمناها مع بعض، معلمنا الانبياء وكملنا في الزمن دوت وقواعد التنميه البشريه. قواعد التنميه البشريه كلها والقواعد العلميه اللي فيها كلها متاخدة من الكتب المنزلة وعلى رأسها حتى الآن الكتب. ودي حقيقة علمية واللي كان بيتابع حلقات الدكتور إبراهيم الفقي أو حلقات الدكتور مصطفى محمود أو كان بيستمع للدكتور الشعراوي أو بيستمع للعلماء عموما اللي بيقارنوا ما بين وحي الله سبحانه وتعالى والواقع الحالي والواقع السابق وهكذا.
صحة موضوع القرآن. ولكن هناك من يدلس وهناك من يغني حتى لا يعرف. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يكون له كن فيكون. فالعلوم كلها بإيدينا، بس إحنا بنخلق القرآن، بنخلق بلدة. فاللي إحنا فيه إحنا حضراتكم المتسببين فيه. يعني واحد فقير قال أنا مختار من الفريق ما لهاش حل تاني في البرنامج التدريبي اشترك معانا على ده اتاكد تماما انه لا يوجد مخلوق فقير الا باختياره هو نفسه للفقر، ولا يوجد مخلوق غني الا باختياره هو نفسه للثراء والغنى. يعني ده اختيار حضرتك، اختيار حضرتك فقط، لان الله سبحانه وتعالى ليس من اسمائه الفقير، بل ان الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. اسماء الله الحسنى ليس فيها اسم الايه؟ الفقير. يبقى الاله اللي احنا بنعبده لا يحب الفقر، بل الله سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نستعين من الفقر مقارنه بالكفر. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. يعني الفقر اخو الكفر. طب اله بيأمرنا بهذا الامر، يبقى الاله ده حبيب حال من احنا نبقى ايه؟ اثرياء ولا فقراء؟ حبيب ان احنا نبقى اثرياء. طيب عشان كده بيأمرنا ان احنا نعمل ايه؟ نتصدق، نؤدي الزكاه، نحسن الى الفقراء. طب نحسن الفقراء ليه؟ لانه مش حابب ان يبقى في فقراء. هو مش حابب ان يبقى لا حضرتك ولا غيرك تبقى فقير. فيقول لك داول مع الفقير وعلمه ازاي يشتغل. يعني المثل الصيني بيقول لك ايه؟ بدل ما تديني سمكه اعطيني شبكه، علمني الصيد. هو ده اسمه تداول. ده تداول ليه؟ تداول العلم زي العلم اللي احنا مع حضرتك. فدوره المليونير التدريبي من اهم الدورات بالنسبه للناس اللي يعني منشغله بموضوع الثراء والغنى. واحنا هنا بنقول حاجه كده في البرنامج التدريبي على حسب طلب من الناس، يعني ايه؟ التداول. طيب خصوص التداول وازاي اتداول العملات، او اذا انا اصلا يعني عليا مدنيات و وخلافه وعايز اخرج من ده كله والبراج والملياردير، طب الطريق ازاي والست ازاي؟ ان شاء الله اثناء الدوره التربيه. اللي حابب يشترك معنا في الدوره التربيه مرحبا بيه عن طريق مؤسسه التنميه البشريه. باذن الله سبحانه وتعالى هي مؤسسة المستشار محمود عبد الكريم أو المستشار محمود عبد الكريم للتنمية البشرية والمساعدات الإنسانية. دي مختصة بعمل الدورة. في دورة شغال حاليا اللي هي دورة البرنامج التدريبي اللي هو التخطيط لمستقبل أفضل، ده تبع مركز السكي. مشكورا لمسك الأمر دوت الدكتور محمود السكي وسيادة الوزير والمجموعه كلها يعني تقدير الفلوس. فاللي حابب يشتغل في الدوره في البرنامج التدريبي اللي هو تطبيق مستقبل افضل ده شغال حتى اكتمال العدد، ونبدا باذن الله كل ما يتم العدد نعطي الدوره دي وربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي جاي؟ دوره المليونير دي بتبقى عن طريق المؤسسه اللي بيتم بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ورقات كامله المؤسسه الخاصه بتاعتي، مؤسسه التنميه البشريه، مؤسسه الاستشاره محمود عبد الكريم للتنميه البشريه. دي فيها دوره المليونير وكذلك الدوره المعتمده التدريب الاخر هي دوره عن طريق المؤسسة، مؤسسة المستشار محمود عبد الكريم والدكتور محمود عبد الكريم والتنمية البشرية والسعادة الإنسانية، اللي هو تحقيق السعادة باستخدام علم النفس. وكذلك في برنامج تدريبي الرابع إن شاء الله، وده مرتبط بصرف الاختبار اللي ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هي حقيقة الوقت. حقيقة الوقت أو التاريخ، اللي هي برنامج تدريبي الحاضر الماضي والمستقبل، او الماضي والحاضر والمستقبل. في يعني الماضي والحاضر والمستقبل ده حقيقه الايه؟ وبعد كده دي برضه ممكن
طيب المستقبل، المستقبل بنصور في أجازة، بنصور المستقبل، ولكن المستقبل بتصور فيه الاحتمالات والاختيارات، وده مصداق لقول الله سبحانه وتعالى وهديناهم نجدين. فتلاقي حضرتك في المستقبل انت موجود في اكتر من بعد باكتر من اختيار، يعني حضرتك لو شفت السكه دي فحضرتك اهو في المستقبل بتاعك. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني دخل على صحابته في مره وقال لك كتاب، يا دول كتابين فيهم دول اهل الجنه اسماءهم اسماء حكيم اليمن، ودول اهل النار اسماءهم حكيم اليمن. ثم أقام الفطرة، يعني الله سبحانه وتعالى عارف مين فين إيه وأين. النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار، الله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار. فحضرتك هتختار إيه؟ إيه اللي حضرتك اخترته؟ فهتلاقي اختياراتك دي متصورة لك في المستقبل. يعني أنا مثلا شايف الحتة الفلانية واتبعت هتبقى حضرتك الراجل اللي هو النشا. طب عملت حاجة لا هتبقى حضرتك الراجل المسكين التاني. طب رجع لا هتبقى حضرتك ملك كده. فالمستقبل ازاي الماضي والحاضر والمستقبل، لان الزمن الزمن محدود، مفيش في الحياه حاجه اسمها زمن، ولكنها ترتيبات نتعايش بها. الله سبحانه وتعالى ما عندوش حاجه اسمها اصل حاضر او ماضي او مستقبل، الله سبحانه وتعالى يقول الشيء كله فيكون. ورى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف بني اهل الجنه، يشوف بني اهل النار، ورجع والرش بتاعه داخل. يعني الزمن فيه ما بيسموش في الحقيقة، ليس هناك شيء اسمه زمن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك كل شيء بطريقته هو سبحانه وتعالى. فالبرنامج التدريبي ده برنامج متخصص في القراءة، وبرنامج ما حدش عارف شوية، لأن في معلومة علمية مهمة جدا. احنا هنستفيد ايه يعني لما هكتشف ان الماضي والحاضر والمستقبل دول كلهم بين يدي الله امر سهل ممكن حضرتك من خلال معرفه هذا الامر، معرفه الماضي والحاضر والمستقبل. ده معناه ايه؟ ده معناه حضرتك ما عرفتش حاجه كده، يعني في حاجه اسمها التفاعلات الداخليه والخارجيه للاشياء هي اللي احنا بنطلق عليها الماضي او الحاضر او المستقبل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا حضرتك ممكن استفيد المعلومة دي في جميع المجالات. يعني الحاجة اللي هزرع زرعة، الزرعة دي هتنبت مثلا بعد شهر في الحتة الفلانية. طيب أنا لو ابتديت أعمل التفاعلات نفسها اللي إحنا بنسميها زرع اللي هو الشهر ده، وأختصره في ساعتين، أختصره في دقيقتين، يحصل ولا ما يحصل؟ أه ده وصلت في القراءة والبرنامج التدريبي اللي هو اسم تحقيق السعادة. حقيقة الوقت، حقيقة الوقت، يعني حقيقة الوقت ده لا حضرتك. طب هل أنا ممكن أروح للماضي وأشوف الناس اللي كانت في الماضي دي برأي العين ده؟ ممكن أروح للمستقبل، يعني كل شيء ممكن. في أحد العلماء كده يعني مشهور بس اسمه مش جاي في قال لا شيء يسمى مستحيل. أو كان نابليون بارت يقول لك مفيش حاجة اسمها مستحيل. فده حقيقة مفيش حاجة اسمها مستحيل. ولكن مين اللي الله سبحانه وتعالى مديله الإمكانيات؟ على قد بقى ما الله بيعطي اللي هو الفتاح، يعني الله يكتب لنا كل الخير ويقلل لنا بالخير. فده هم ما يتدرجش على الخير بعد ما تلاقيه الأصحاب بيقولوا لي يعني تلاقيه فرصة لحضرتك في الخير. فإحنا عندنا فرصة أن تفتح المستقبل أو تفتح تمام. أكاديمية السكي، وبالنسبة للمؤسسة بتاعتنا لها ثلاث برامج. البرنامج الأولاني تحت السعادة، استخدام علم النفس الإجباري، برنامج المدنيات التدريبي اللي حضرتك كده حابين تعرفوا يعني ماشي إزاي، والبرنامج التالت اللي هو حقيقة الله. الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويكرمنا ويجعلنا كده نكون نكمل في الله سبحانه وتعالى. كمان في مبادرة بنطلقها من خلال المؤسسة اللي هي مبادرة خدمة البيئة. في مشروع ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، أستغفر الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيه، وإطلاق مبادرة بإنهاء حالة القمامة أو المخلفات من شوارع مصر، وإن استطعنا من شوارع مصر والعالم، وإنهاء حالة التسول في مصر والعالم.
هنجمع ما بين الحاجتين دول ازاي؟ الكمامة أو المخلفات هنجيب الأسلحة تتسول ويعملوا في جمع هذه الكمامة وإعادة تدويرها وتصنيعها بإذن الله هي المسؤولية المؤسسة، مؤسسة التنمية البشرية والخدمات الإنسانية والعامة. طبعا مش هقدر أشرح كتير بس شفت ناس يعني عن اختصار أصلا الدولة بحيث إن مصر تعالى يكلمنا ونرى مصر كما نحب أن نراها، كما نحب أن نراها. مصر دولة عظيمة، يعني نشوف مصر العظمى بإذن الله سبحانه وتعالى. ده عمل مؤسسة التنمية البشرية سواء كانت المساعدات الإنسانية أو سواء كانت في تقديم البرامج التدريبية، وهو ده الاستفادة، هو ده الاستفادة من العلم، الاستفادة من الدين، الاستفادة من قواعد التنمية البشرية، الاستفادة من الحياة، إن الحياة دايماً تبقى أفضل، هتبقى أفضل بمين؟ بمين؟ بحضراتكم. دي وبيكم كلكم إحنا نتعاون على فعل الخير وإن إحنا نتعاون على إن إحنا نحفظ بلدنا ونخليها في أبهى صورة، البلد دي أمانة. أنا زي ما بقبلش إن الهدوم يجي عليها أي تراب يجي عليها أي شيء مش كويس، برضه ما بقبلش إن البلد يبقى شكلها مش لطيف. يبقى مرمية في زبالة المشهد العام ده لابد من إيه؟ من تغيير. فإحنا كمؤسسة بنقوم بإيه؟ بعمل على تغيير هذا الإيه؟ المشهد. الناس المستفيدة من المشهد العام ده الناس ديت يعني في تتعامل معاهم بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر بإذن الله ويقدر المشروع ده على مستوى مصر وينتشر بإذن الله في أنحاء العالم. ربنا يوفقك وتنتهي حاجتين، تنتهي حاجتين دول من مجتمعنا نهائي، حالة القمامة في الشوارع وحالة التسول. يبقى المتسول لما تسول يبقى بيشتغل في إيه؟ في المصنع تدوير أو مصنع المنتجات من المخلفات. يبقى أفضل، يبقى كده ولا أنا وظيفة، يبقى إحنا اللي هنا حاطين بيجي في وأنا مثلا بفكر إن أفكارنا زي مشاريع تسويق الشباب اللي هو تسويق الإنتاجات وكفالة تسويق الإمم وما إلى ذلك، تبقى من خلال الجمعية، خلينا من الجمعية على قدها كده شوية، اللي هي خدمة أمانة دي بتحاول نسهل بقدر المستطاع في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وشركة المقاولات دي لخدمة المشروعات دي، لأنها هي شركة لإدارة المنتجات وشؤون الاقتصاد. سبحانه وتعالى يوفقنا. ده يعني إيه ملخص المستشار محمود عبد الرحيم بشكل إيه؟ بشكل ممتاز كده. بنحاول نحقق عملي الأشياء اللي اتعلمناها سواء كان من خلال العلاقات العامة، يعني أنا مثلا بقدم المساعدة في المستقبلات، وكذلك مسؤول عن مجال دعم الجيش والشرطة في المؤسسة الإعلامية لحقوق الإنسان مع سيادة المستشار عمرو مرسي وكيل التحرير والشرطة، ووجه طبعا رسالة المستشار الفخراني عن حزب عميل حزب سابق عن الدائرة الأمانة يعني هنا في منطقة الجنوب، لأن هو كان مسؤول عن منطقة الجنوب يعني كل الناس الشرفاء اللي بيعملوا مصلحة هذا البلد الوطن التحية، حتى الناس اللي هم بيساعدونا في يعني بوجه التحية لسيادة وزيرة التضامن السيدة عباس ويعني وكل الموظفين في وزاره التضامن الناس اللي بتساعدنا في ان احنا فعلا نحاول نعمل شيء ايجابي للبلد. الناس اللي بتحافظ لو كان حتى بتقول ما استخدمناش في السته دي، لا يعني الناس دي الحمد لله مصر فيها ناس عظيمه وناس كويسه كتير، والناس على فكره اللي بتشتغل فيها ما بتتكلمش، مش بتوع كلام مش فاضيين انهم يقعدوا ايه يقولوا. انا لولا ان مجالي تعليمي في المقام الاول ان انا معلم، انا اصلا معلم وخبير تنميه بشريه، ما كنتش بتكلم على السوشيال ميديا ولا كده، انا مش فاضي يعني ما ابقى مشغول في ايه؟ في خدمه الناس وفي العمل العام وهكذا وكده. ولكن انا اصلا بطلع في المجال الاعلامي للتعليم، يعني ده من ضمن ايه؟ من ضمن شغلي، عشان من ضمن شغلي عشان برضه ايه؟ كلنا نستفيد في الدنيا وفي الدين. الله سبحانه وتعالى يكرمنا واستخدمنا فينا ويقدرنا ويوفقنا ويوفق كل الشباب، وفي النهايه احنا بنسلم
للشباب الخبرات اللي ربنا سبحانه وتعالى بتعلمها، ربنا سبحانه وتعالى بيفعلها وينفع بينا ويجعلنا سببا في الخير لكل الناس. فأرحم الشباب يعني تشد كده لأن البلد محتاجة، كل شاب كده يحافظ على دينه يحافظ على بلده ويعرف أن الدين هو الأخ، الدين الحق هو الإيه؟ أن الأخ لا يعرف الحق في الأخلاق يبني بلده، حافظ على أخلاقك وما تحاسبش بيه حد، حاسب نفسك، حاسبوا أنفسك مش حاسب غيرك ولا بلدك، حاسبوا أنفسك يعني ما بيكتب بنفسك، حاسب كلنا محتاجين ان احنا نبقى احسن، كلنا فينا عيوب، لو فضلنا نبص لعيوب بعض مش هنتحسن، ولكن كل انسان يرى عيب نفسه ويرى ميزه غيره، يعني شوف المميزات اللي الغير بيستفيد بيها لنفسه، فتزيد المميزات وقدم المميزات وتخلص من العيوب. الكلام ده طبعا بقول كل يوم في حلقه التعليم، حلقه مهمه جدا كل يوم بعد ما عشان كده، عشان كده دي كل يوم كل يوم بنقول فيها نفس الدعاء ده التخلص من العيوب والمميزات، عشان احنا لما نبقى كويسين المجتمع كله هيبقى كويس. بس لو كان الفرد يسمع تعليم الله يغير الخلق حتى يغيره ما بيعرفش. أشكركم على حسن الاستماع، يا رب تكون في إجابة من الإسماعيلية، وبتوجه بالشكر لصاحب قناة البرزخ الشاب المحترم، كنت طرحت سؤال والراجل يعني مشكور جدا على السؤال ده، وفي اتصال وفي تنسيق لحضرتك المفاجأة إن شاء الله هتسأل، وبعد السؤال الشرف اللي جاي بإذن الله يكون أحسن. ما تنسوش تدعوا لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، أي عبد مستضعف على فكرة سواء كان مسلم أو غير مسلم، ندعو الإنسانية بمبدأ الإنسانية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كل الأنبياء وكل الناس اللي هي طبيعية لما كان بيدخل عليه جنازة كده كان بيقول له ده راجل ده يا رب ده راجل ده كافر. في حاجة اسمها الإنسانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الظلم حرام إنك تظلم المسلم، مش حرام إنك تظلم غير المسلم، الظلم حرام. كل الظلم الله حرم على نفسه الظلم، فأي مظلوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه الظلم، وأي محل القسط والعدل في الكون خذه. ربنا يوفقنا ويوفقكم، يا رب دايما تكونوا في أحسن حال وفي أسعد حال، وربنا دايما يكون معانا في كل حاجة، خليكم مع الله سبحانه وتعالى، ربنا يوفقنا ويوفقكم ويسعدنا ويسعدكم، اللهم أسعدنا جميعا وأكرمنا جميعا، شكرا لكم والسلام عليكم. معلش انا بقول فتحة يعني صلى على فتحة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانفعنا بما سمعنا وبما علمتنا وبحياتنا.